يجري طلبة العراق الامتحانات النهائية للسنة الدراسية الحالية التي ستحدد مصير الطلبة القادم ووجهتهم التعليمية القادمة. هذا يتوقف على مدى اطلاعهم ودراستهم وتهيئاتهم وإجاباتهم في المادة الامتحانية التي يخضعون لها. ومع هذا وهذه الأجواء الامتحانية يساهم الأساتذة في مراجعة المادة العلمية للطالب وتذكيره بأهم النقاط والمواد المرشحة للامتحان في كل يوم. في محافظة الأنبار تحديداً في مدينة الفلوجة شهدت متوسطة ابن خلدون للبنين شهدت حالة إيجابية، حيث قام الأستاذ لقمان نجيب وهو معلم مادة الرياضيات قام بمراجعة سريعة لطلبة الثالث المتوسط في الساعة 5 فجرا بداخل المدرسة وقبل الدخول إلى القاعة الامتحانية. هذه المراجعة ضرورية جدا بالنسبة للطالب، فكيف إذا كان المدرس بنفسه يشرح لك تلك المواد بسهولة قبل أن تدخل إلى الامتحان؟ لنتابع ما الذي فعله هذا الأستاذ مع طلبته. طبعاً مراجعة المنهج الدراسي ومراجعة الكتاب أشبه بالإحماء، الإحماء الرياضي قبل ممارسة أي رياضة في قاعة الرياضة أو في الجيم. هذا أيضاً إحماء ولكن للعقل، للتهيئة قبل الدخول للقاعة الامتحانية. طبعاً نبقى في نفس الأجواء، لا نذهب بعيداً، نبقى في الأجواء الامتحانية، لكن هذه المرة ننتقل إلى جامعة كركوك قسم اللغة الإنجليزية وعلومها كلية التربية للعلوم الإنسانية. هذه المرة قام الأستاذ علاء مجرن في لحظات يملأها الحب والعلم والرحمة والشعور بالمسؤولية تجاه طلابه، كما وصفه هو عبر بوست له على فيسبوك أشار من خلاله إلى توصيات مهمة قبل دخول قاعات الامتحان بساعة وبعدها مراجعة كاملة وسريعة للمادة ليعلق قائلا: يا رب أفرح بتخرجكم وتعيينكم يا أبطال. الشعور يعني بأنك تقدر تجاوب الأسئلة مالتنا، لا تخافون أبدا. شو تريد تصير يعني الأسئلة؟ تمام؟ نقطة أخرى أيضا مهمة: don't leave anything space if you don't sure the answer. Is it clear? Do you understand what I mean? What? مرات وزير التعليم العالي ينطي مثلا يقول يابا ساعد الطلاب قدر الإمكان، رئيس جامعة يقول يابا ساعدوهم، رئيس القسم أو العميد يا بدير بالكم على الطلاب يعني راعوا بعض المصاعب كذا كذا، يجي الأستاذ يريد يساعد يلقى الورقة فارغة. زين أنا أعطيك درجة وين أعطيك على شنو؟ على شنو هذا؟ So another very very important point. If you want any professor, any lecturer, any teacher to help you, should your answer understandable? Okay? If you want any professor help you in correction, you should make your handwriting beautiful. It is very useful for you. But don't hands on again. Handwriting.
المصحح يرتاح لما يشوف الخط مالك واضح وحلو. أنا إذا أنا أريد أغششكم هاي المعلومة لكل المصححين أصدقائي، إذا أكيد الأستاذ يساعدك لازم خطك يكون شنو مرتب ومضبوط، حتى لو يعني حتى لو تعبير من عندك ممكن يكون له علاقة بسيطة بالمنى، حتى لو مو كله صحيح. Is it clear? My sister, is it clear? My friend. ردود أفعال وتعليقات كثيرة جاءت حول هذه القصص، أبدأ من خلال تلك التعليقات وما قاله المعلقون عن آرائهم الإيجابية التي تعكس الامتنان والشكر والتشجيع على اتخاذ هكذا مبادرات من شأنها أن تساعد الطلبة على اجتياز مصاعب الامتحانات والأسئلة. نبدأ بالتعليق الأول مع حليم حسين. يقول حليم في تعليقه عن قصة المعلم من الفلوجة وكذلك الأستاذ في كركوك، يقول حليم: إلى بعض المدرسين ممن ركزوا على ركاكة الجملة فقط، أذكرهم بأن هذه الجمل ترجمة فورية، مو قاعد على التبريد ويمك الجوجل وتختار مفردات بكيفك. ومن مميزات المدرس الناجح أن يختار أبسط المفردات القريبة والواضحة لمستوى الطالب، لأنها تعليمات وليست معلومات. تعليق من عدي العراقي يقول: الله يبارك بيك دكتور، أول مرة بحياتي أشوف هيك دكتور وهيك شخصية راقية محبوبة متواضع إلى الله، الله يرفع شأنك والله يكثر من أمثالك، شقد حبيتك بس مجرد شفت المنشور والله يرضى عنك ويعافيك. أم أياد ماذا قالت؟ تقول: بارك الله بهيجي أساتذة وربي يوفقهم، خاصة أنه صف الثالث هاي السنة صعب عليهم لأنه أول مرة يدخل امتحان وزاري، لأن بالصف السادس مشوهم على نصف السنة ما صار امتحان بسبب كورونا. نتمنى من كل أستاذ أن يراجع لتلاميذه قبل الامتحان وربي يوفق الجميع. يقول هذا صاحب هذا التعليق واسمه أبوي العين وأمي نظرها، هذا هو اسم هذا الحساب، يسمي نفسه هكذا. يقول: إي والله بارك الله فيه، وبهيجي عمل بذل جهد وإنساني واللطف مع التلاميذ بهيجي أوقات صعبة صعبة عليهم من الخوف والقلق والتوتر والتفكير قبل الامتحان، ربي يحفظه ويوفقه ويطول بعمره. تعليق من أبو العز يقول: أبو العز أستاذ لقمان، أنا درست يمه، هو كل سنة يسوي هيك، لا يدور طشة ولا شيء، كل سنة يسوي هيك، أستاذ محترم وشرحه واضح وبسيط، قد ما الموضوع معقد يوصل لك إياه بطريقة سهلة ويصير الموضوع سهل بالنسبة إليك. هو يقصد أستاذ لقمان الأستاذ الذي كان يشرح المادة للطلبة في الفلوجة، في مدينة الفلوجة، وليس الأستاذ الآخر من كركوك.